معنى آيات نور على نور. تشتمل سورة النور على 64 آية، وقد نزلت هذه السورة المباركة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. ويرجع السبب في تسميتها بهذا الاسم إلى اشتمالها على قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. والنور اسم من أسماء الله الحسنى. ويتساءل الكثير من المسلمين عن معنى آيات نور على نور وما اشتملت عليه من إعجاز علمي. إن معنى آية نور على نور أي تضاعف النور، وليس المقصود به تعدده، فلا يراد بالآية نور معين أو غير معين فوق نور آخر مثله، كما لا يقصد أيضا مجموع نورين اثنين فحسب، بل إنه نور متضاعف دون تحديد لمدى تضاعفه. ويعد هذا التعبير من التعبيرات الشائعة في الكلام. لا يخلو هذا المعنى من جودة، ولو أراد تعدد النور فهي لمحة لا تخلو أيضا من اللطف والدقة، فإن النسبة إلى النور الذي يشرق من المصباح من الحقيقة والأصالة، أما النسبة إلى الزجاجة التي عليه فهي من باب الاستعارة والمجاز. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لمعنى آية نور على نور أي نور الله، والمقصود هداه الذي يشمل الكون وما فيه من خلائق. فالله عز وجل ينير العرش من نور وجهه الكريم، والضمير الهاء في قوله تعالى مثل نوره يعود إلى الله جل جلاله، وذلك لأنه شبه نور هدى الله في قلوب المؤمنين، وهذا المراد بقوله كمشكات. قوله تعالى نور على نور إشارة إلى عدم اكتمال جمال هذه السورة إلا باجتماع نور النار، والمقصود به الإيمان مع نور الزيت وهو هدي القرآن الكريم. فلن يستطيع أحد منهما أن ينير دون الآخر، فيهدي الله إلى طريقه من يريد، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم ختم الله الآية الكريمة بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس والله عليم والله بكل شيء عليم. فالله تعالى هو الأعلم بمن هو أقرب للهداية بعد ضرب الأمثال.